بعد أكثر من سنتين ونصف، أخيراً تمكن سكان منبج السورية من التجول في شوارع مدينتهم بلا خوف ولا رعب. فمنبج اليوم بعد تحريرها من قبضة تنظيم ما يسمى بداعش، بلا رايات سوداء ألفها الأهالي في كل ركن من المدينة. لذا بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها شيئاً فشيئاً. فرحة استعادة هذه المدينة أتت بعد فترة من الزمن ضاق السكان فيها الجوع والتعذيب. داعش كانوا يغنصونا لما كانوا هنا منبج محاصرين، جوعونا، ما ظل عندنا شيء بالبلد، ما ظل شيء عندنا ناكله، يعني حتى خبز ما بطل ما يعطونا، يعني جعنا، يعني صارت عندنا هنا مجاعة في مدينة منبج هنا. صحيح أن سكان منبج يحاولون لملمة جراحهم ونسيان فترة حالكة مرت بحياتهم، لكن البعض هنا لا يزال يتذكر ما قام به مقاتلو داعش من أعمال عنف لم يسلم منها لا البشر ولا الحجر. مشان يسوون دخنة على الطيران وما طيران، قام حرقم السرايا، حرقم بيوت المدنية، حرقم سجل التجاري، هين كلها تبع البلد، كل شيء للبلد يخص البلد احترق، ده حقوله كله غادي رماد، ما ظل شيء شغال خالص. هذا نحن محله، عملنا ما رحنا ويا الدواعش على جرابلس، التقمم منا وحرقونا المحل. حرقم هذا كل السوق حرقوه مشان دخنا مشان الطيران، مشان ما يشوف الطيران ما يشوف الدواعش. يوم السبت الماضي تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من بسط سيطرتها الكاملة على منبج القريبة من الحدود مع تركيا، وذلك بعد مغادرة آخر مقاتلي التنظيم الذي كان يتخذ المدنيين في معاركه دروعا بشرية. وخسارة منبج التي احتلها داعش منذ أوائل عام 2014 تمثل ضربة قوية لهم بسبب أهمية هذه البلدة الاستراتيجية التي كانت تستخدم كقناة لنقل مقاتليهم الأجانب والمؤن عبر الحدود التركية.